ديزون مارسه عندي زوج صغيرات. عندي مديده جاتني فكره اني نعمل حاجه لذاتي، حاجه ناتوريل نجم ياكلوها كوم فوتي كوم انا جول ام بلا في الدار، حاجه طبيعيه من غير سكر من غير مواد حافظه. من فكره لفكره ومن حاجه لحاجه جاي خرج لي برودوي هذايا اللي هو غله نظيفه مرحيه، وبعد السو ديزيدرات تقطع منها الماء في ماشين سبيسيال تقعد اون كولاسيون ورقه، الورقه هذيك نقصوها ونعملها دي فورم اون رولز نحطهم في دي باكي زيبي تصبر فوق العام دون دي كونديسيون فافورابل. نستعملوها كبوتي سورس انرجي بور لي سبورتيف لعبه اللي تعمل ريجيم اليمونتير، نزيدوها في سلايط نستعملوها كيما نحبو كغله شايحه، حاجه جديده اون نوت فاسون باش ناكل فيها الغله كيما هكا تلقى مشماش كيما لي فريز تستحفظ على الفالور نوتريسيونيل نتاعها، مانيش كيما حاجه مكنجله تفقد منافعها. لا تدي حاجه مصبره باللي في نتاع التشيح، والتشيح هي من اول الطرق التصبير للمأكولات كيما نعملوا القديد كيما نعملوا القديد التشيح، ما هي دي في الغله. ومن جهه اخرى نستحفظوا على منتوجنا ما نضيعوش السور برودكسيون الفائض في الانتاج في وقت نقولوا احنا الفريز ولا التفاح والا المشمش. هذاك اكلي نهار اللي المشمش بالاتباع بدينار و 13 جنيه نخبيه انا ونعطيه لولدي ولا ليا ولا لامي ولا الديابيتيك ولا الانسان سبورتيف ولا الانسان عنده اليرجي من السكر، يلقى حاجه بنينه يطعم بها فمو و ميم طون تنفع في بدنه على طول العام. دونك انا نبعد على بشاكل، نبعد على توسكي اندستري توسكي كونسيرفاتور في ماكلتي وماكلت اولادي وماكلت عائلتي لعبتي نحبها. من هنا جات الفكره، بديت فاميليال ومن بعد بدينا بشوي بشوي نقولوا علاش ما تكونش حاجه كوميرسيال نخدم بها. بطلت خدمتي انا كنت ادمينستراتيف نخدم توسكي سنة اساس وديفيش دو بي وحاجات هكا في الاندستري. دونك بطلت جو ميتي اون ديسبوزيسيون للمشروع اللي عملته، مشيت عملت كرياسيون دو لا سوسيتي عملت كل شيء ومشيت دقيت بيبين الكل باش نكون تابعه الارتيزانا باش نكون تابعه كذا باش نقول ما لقيتش المساعده لقيت، لكن كانت محدوده كبيره محدوده على الاخر. دونك حاولت بمجهودي الخاص اني جو كري اخذت بارتي من داري وعملتها اتيليي عملت لا كرياسيون عملت لي زاناليز حاولت نعمل امبلاج اللي نجم نقدر اني نعمله باللي مويان ديسبونيبل اللي هو هذا. عملنا ليزيتيكيت باش تكون موجودة، عملنا لونجستغمون دي كود دابار، عملنا ليزاناليز باش لاستابيليتي والإنسان اللي يخرج يكون مرتاح ويعرف اش قاعد ياكل. وتوا قاعدين في الفاز نتاع لا كوميرسياليزاسيون، قاعدين نحاولوا نكونوا موجودين في لي كرون سيرفاس في لي سيت اون ليني ما نحبش نسمي لكن نعرفوهم لي بوان دشار، موجودين في كيلكو بوان دو فونت في المارسا في جامارت في سكرة. Le produit c'est très luxe. On a ramé fait un produit. L'indigo, la main, le sucre, les farines, le hachis donc étiré pour faire le plat de la gâteau. La procédure ça prend du temps. On a cassé les barres chamisées donc automatiquement le prix ça va être un peu coûteux. Automatiquement je prends le prix de vente assez coûteux, assez cher par rapport d'autres produits. Il y aura même chez finance le process. لقينا المشكلة هذية في الكونتاكت ديريكت مع لي كليون، يقول لك علاش سو بري علاش سو بري لو بري. الوغ كي نفهمهم انا المنافع نتاع الغلة وكيفاش هو كونسيرفي ناتوريلمون وكيفاش الغلة الباكي هذية هازس لو مينيموم منافع نتاع 400 غرام غاز بور، معناها اذا كان مشماش راهو بور من غير نويو سي كوتو. انا كلفني الموضوع هذايا برشا دونك يتباع اسي شير مي بارابور لشنو، خاطر انا جي با ان برودوي سيميلير في تونس، برودوي سيميلير موجود برا اللي هو انا نبيع الباكي هذايا ابارتيغ دو 9 دينار شي لي روفوندور، مي 9 دينار هذوكم انت تاكل في حاجه صحيه في غير وقتها بالمنافع نتاعها. تنجم تكون كومبليمون اليمونتيغ نبعد على برشا حاجات اندستريال، سي سا سي ليدي ان شاء الله يلقى حظو. البرودوي موجود في كيلكو بيي دون لو موند مش موجود برشا ويتبيع زادا بلو شير كو سا ولا كونتيتي اللي موان اقل معناها من لي باكي اللي نعمل فيهم انا. ما نعرفش ان شاء الله الحظ البرودوي يلقى حظو. انا عملت بليزيور اكسبوزيسيون وكان الكونتاكت مع لي كليون هو اللي خلاني نقدم، خاطر لي مامون كي يلقاو حاجه هكايا لاولادهم يفرحوا برشا ويشريو مالغري اللي يقول لك شبيش غالي بعد كي تعرف المنافع نتاعو نو سي بون
دونك تاخذ من لي باكي وتحط لولدها ولا بنتها وتحط لها هي تبدا نهار كامل في الشارع ولا في بيرو ام تي باكي زي بي في ساكها تحس براحه قلبها وجعها ولا جعت شويه وما تحبش تاكل حاجه مبلبزه تاخذ ام بوشي سي با ترو مي ترجع لها لينيرجي معناها سي سا بون شنو باش نقول عيطونا استدعاونا وقلبنا على المعرض هذايا بمناسبه العيد المولد النبوي الشريف أو في سنتر كولتيراما المرسى اوني تي دي اكسبوزون هني انا من فما شكون يقول ماهوش ناجح ما كانش فما عباد لكن انا نقول اي فرصه للاكسبوزون باش يشوفها حتى اون سيل بيرسون دخلت يعطيهم الصحه عملوا مجهوداتهم جابونا كلك سفراء جابونا سي محمد عباس مندوب جهوي صناعه التقليديه بتونس يرحم والديه شجعنا مدام اقبال رئيسه الجمعيه زاد ما كملتش مقصره مالوغوزمون بوتيتر الكوميونيكاسيون ما خلطتش كوم يلفو ما كانش فما اقبال كبير لكن العباد اللي دخلت كانت انتريسي برشا وصورت وخذت دي كونتاكت وخذت لي كارت فيزيت بور دوتر ايفينمون ان شاء الله في غيرها خير والحمد لله انا بالنسبه لي انا ديما نقول نغزل الكوتي بوزيتيف ونقول اللي هي كانت حاجه ناجحه خاطر طونكو جاني ان كليون ولا زوج ولا ثلاثه جي وعبيت تعمل دوتر اكسبوزيسيون وتعرفت على دي كونتاكت مهمين هنا الحمد لله وان شاء الله المره الجايه خير. انا بسمة سوداني ايكوزر سايسي حرفيه من جمعيه اداب عندنا قريب توا 10 سنين حرفيه نخدم العنبر نخدم الصخاب كما تشوف جنوبي وهذا العنبر نتاعنا نخدم وحدي في داري معلمني حد تعلمت وحدي خديت شهادة حرفي وكفاءة مهنية نخدم في داري نبيع الساعات على الانترنت ونعمل معارض مع مدام قبيلة ربي يبارك لها ويعطيها صحة الدم عملنا مجهود معانا هنا في الحمامات أما من الكوفيد ما خدمناش حقيقة أول معرض في تونس تاو من الكوفيد أول معرض هذايا والمعرض هذايا صلى باهي محليها المدير كسر خير وعمل معنا برشا باهي والأعضاء متاع مدام قبيل هذا كيف كيف تعبوا معنا وتعبنا احنا اما ما غير بيوم مبانش الاسباب ما فهمش برشا اعلام ما فهمش مثال ما فهمش اشهار كبير ما فهمش عبيد ما فهمش عبيد تتعدى وصلنا خرجنا برا معناها نعيطوا للعباد نقولوا لهم يجيو تفرجوا مرحبا بكم راهو عندنا معرض تو نجيو تو نجيو وحتى ساعات كي يدخل حد يتفرج ما يشريش. السلام عليكم انا ياسر بالخالتي ارتيزانال عندي الشهاده الكفاءه الحرفيه منتوجات مزخرفه دونك انا كما عملنا بالله البيت ناخذ القطعه في اصلها بيرج ونزينها نلونها كما تراو الفازه هذي خدمه فارغه فيها حتى ديسان لونتها خديت لها الغليف هذيك الدوري خديت لها البابوش هذيك الكياج لصقت عملت بريكولاج عملت حاجات هكا لصقت خدمتهم باش نخرج حاجه كي ريبريزونت ما ايدنتيفي كما معناها مثل شخصيتي انا بالضبط معناها كي ميدنتيفي حاجات كيف هكايا بورسلين نعملهم كيف مناسبة رمضان اللي فات عملت حاجات هكايا هي رمضان كريم عطيت الوالد كريم نعمل الحاجات كيما اللي قلت لك ليه نخدمهم معناها هما تيار دوبوا نخدم من عند ماليهم نصبغهم نزينهم نعملهم حاجات الزينة نتاعهم الكل عملت زاد في كيف الفناجر نتاعهم وليدة نتاعهم في غير بيض ولونتهم زينتهم بخلاف هذا نعمل توسكي بيجو في بيجو نعمل نركب اللي بيجو حاجات هكا نتاع بشرك وال كيما هكا الموديل هذا des bracelets, des colliers, un autre bébé.
ناخذ لقفاف كيف كيف، ركبهم لقفاف، نزينهم، لونهم، نعطيهم توش معناها خاصه بيا انا اللي ما تنجمش تلقاها في معناها تدخل مداخل كل واحد وكل ارتيزان عنده الموديل الخاص به ينجم معناها يخرج شخصيته من خلاله، فهمتني؟ وإحنا نبروفيت ليزوكازيون باش نمشيو للمعارض، باش نحاولوا كيما المعرض هذا اللي احنا فيه في كوتشيراما في تمارت تبع الاسوسيسيون تاع أدام، كانت لنا الفرصة باهية باش تلمينا حرفيات وعرفنا على بعضنا وقدمنا منتوجنا ولقينا إمكانيات أخرى معناها مشاريع أخرى قدام، لقينا إمكانيات أخرى في معارض أخرى. وهكا كان عاونا بعضنا باش نلقاو معناها مولدين احلى كيف نلقاو كيف معناها مواضع وين نبيعوا للبرودوي نتاعنا والمنتوجات نتاعنا.